صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أمس الأحد أن نشر تقرير كتابة الدولة الأمريكية 2015 حول المتجر بالبشر بتاريخ 27 جويلية الفارط، والذي يتضمن ملاحظات خاطئة حول الجزائر يعتبر لا حدث، وأن المزاعم التي وردت بصفة آلية ومتكررة تجهل قيم الشعب الجزائري وكذا الالتزامات التي تلتزم بها بحسن نية كل السلطات الوطنية المختصة. وأضاف نسب المتحدث أن السلطات الجزائرية عبرت للطرف الأمريكي عن موقفها عبر الطرق الدبلوماسية المناسبة.